صبغت وجه العرش دمعا فبكتها أرض وسماء. ما سمعك ليش؟ صبغت الشاعر الطيب المخلص علي حسين العاملي. شهاب الحق فاطمة، شهاب الحق فاطمة، ونجمته الرسولية هي القرآن في امرأة ومرآة إلهية. أي ومرآة إلهية أتاها هاجما كعب. أتاها جمن كعب بأحبار يهودية، تظن أتى أبو لهب بأحطاب سقيفية. بعد بأحطاب سقيفية، فما جل كون مضطربا وضم العرش كرسية، بكى ملكا تلا ملكا كدمعات سماوية. وينك كدمعات سماوية؟ هبطت أفواج الأملاك تلعن أبناء الصهاينة. هبطت أفواج الأملاك تلعن أبناء الصهاينة، وترتل يا الأحزان تبا يا حزب الشيء. صبغت صبغت وجهه صبغت وجه العرش دماء، فبكت الأرض والسماء، ودعت أملا الرحمن تبت يا حس الشيطان. صيح صيح، ودعت محدثة 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 هي المبرورة المثلى، عجيب في أحاديث الأسى صارت بها تتلى. حديث باب جبريل، حديث باب جبريل، رواه يفصل القول، فآية يطعمون به شكت دفعا شكت ركلا، شكت دفعا شكت ولم تشكر جزيلا بل
ولم تشكر جزيلا بل إليها قدموا الجزلة وآية إنما مالت بكفي وإن ترى القتلة جبريل يسمع زهرة تصرخ أبتي آه آه جبريل يسمع زهرة تصرخ أبتي آه بعد ويايا جبريل يسمع زهرة تصرخ أبتي ما بين الأوثان تبا يا حس الشيطان صبغت وجه جبريل محنية علي 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 عشيل العاملي بدا جبريل محنيا يدك لحزنك الطور عليه اسم زهراء أدمع خط نور ولكن زايه يجري ولكن زايه يجري دما فالضلع مكسور وهذا هو عين وهذا هو عين بكت من صفعها الحور وحرف الراء مرضوض وحرف الراء مرضوض وبالمسمار مفطور وبالمسمار مفطور وذا ألف السماء هوى فجنب الوحي معصور والهمزة فوق الأعتاب فالمحسن أسقط بالله والهمزة فوق الأعتاب فالمحسن أسقط بالباب قتلت زهراء الأكوان تبا يا صبغت وجها عليك الزهراء لا تتنفس يا عمي وميكال لنا يروي
حديثا آخر أفضع فأعتاب لها أذن الإله بفاطم إن ترفع عليها فاطم سقطت بنار وجهها يسفع سلام الله يا ربي سلام الله يا ربي عجيب باللظى يلذع فإبراهيم لو يدري فإبراهيم لو يدري لمات بناره يجزع على من خدها أمسى كأخدود من المدمع ينظرها سيف الكرام في الوجه يرى أثر النار ينظرها سيف الكرام في الوجه يرى أثر النار ثارات بانت نيران تبا صبغت وجه العرش دماء فبكتها أرض وسماء صبغت وجه العرش دماء فبكتها أرض وسماء ودعت أملاك عشير العاملي وإسرافيل قد أهوى بصور عذابه غاضب فحبل الله مسحوب بحبل يلعن الساحب بحبل يلعن تساءل وهو مذهول يرى الغلاب من غالب فهل هذا بلى كلا فهل هذا بلى كلا علي بن أبي يجر فخطب الهادي ومجمر صبره لاغب صحابتك الأولى كانوا بهم لا لم أجد صاحب بهم لا لم أجد صاحب فاطم إن تدعو على القوم ساعتهم ستقوم اليوم فاطم إن تدعو على القوم ساعتهم ستقوم اليوم تبا لفلان وجهها هلا هلا
صبغت وين تقدم فض رسول يبكي يصدع شج وهو الصخرة على طفل شفاعته أحالت كسره جبره حسين خائفا الضحى حسين حسين خائفا الضحى تلوذ بجنبه الحوض تلوذ بجنبه الحورة دعا يا حيدر طورا وطورا صاح يا زهرة وطورا صاح فعاد الريش يضربها حسين خائفا أضحى تلوذ بجنبه الحورة تلوذ بجنبه الحورة دعا يا حيدر طورا وطورا صاح يا زهرة وطورا صاح فعاد الرجس يضربها بصوت زادها كسرة بصوت لو على بحر اسمع بصوت لو على بحر تنزل بخر البحر فعاد الرجس يضربها فعاد الرجس يضربها بصوت زادها كسرة بصوت لو على بحر بصوت لو على بحر تنزل بخر البحر تنزل بخر البحر من ضرب سياط الطاغوت دمها يجري في التابوت من ضرب سياط الطاغوت دمها يجري في التابوت بعد قد صبغت حتى الأكفار قد صبغت حتى الأكفان تبا يا حزن
قلب الشيطان صبغت وجهك صبغت وجه العرش دماغ فبكتها أرض والسماء ودعت النار الرمى أتحجان تبان يا ودعت ملاك آخر ينعى يسح الدمع ممطورا سألناه فقال لنا ألم القرط منثورا ألم القرط منثورا وإذ الزهرة دعت اصبر لعاشورة دعت اصبر لعاشورة وظل لجيس مما يبقى بسيف الشمر منحورة بسيف الشمر كما قد كسروا ضلعي كما قد كسروا ضلعي تراه صدر مكسورا فجمع منه أضلعه ولا تتركه منثورا فكما لطمت هذه العين يطأ الحافر نحر حسن فكما لطمت هذه العين يطأ الحافر نحر حسن عدوان يلحق عدوان صبغت وجهك